ننتقل سريعا مرة أخرى لمقر النادي الأهلي في الجزيرة ونشوف لسه في مستجدات أو مزيد من التفاصيل هنتعرف عليها مع حضراتكم. أنا يعني برحب بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة عندنا يعني خبر مهم، مجلس الإدارة حضراتكم عارفين إنه مستمر، وبالتالي الكابتن محمود الخطيب الحقيقة أبلغني بقرار أو بخبر مهم جدا، أعتقد إنه حق جماهير كرة القدم إن هي تعرفه، جمهور النادي الأهلي، إنه ثار كلام كثير جدا حول صفقة صلاح محسن. الحقيقة إنه مجلس الإدارة بعد ما اعتمد هذه الصفقة إنه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو رئيس شرف النادي الأهلي الذي نحمل له كل ود وتقدير واحترام، وهو أحد يعني داعمي النادي الكبار، قرر أن يتحمل بالكامل صفقة صلاح محسن، وأنه مجلس الإدارة الحقيقة طبعا وافق على هذا الكلام على الفور، وتوجه به خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ. وده مش جديد الحقيقة عليه، حضراتكم عارفين أنه طول الفترة الماضية كان في دعم كبير من معالي المستشار تركي فيما يتعلق باستقدام فريق أتلتيكو مدريد، بالمساعدة في إعارة اللاعبين المصريين إلى الدوري السعودي، الأمر اللي عاد بالفايدة الفنية والمالية على اللاعبين وعلى الأندية. زي ما قلنا لحضراتكم كان في كمان يعني دعم لمنشآت النادي بمبلغ مالي كبير، إضافة إلى أنه بيلعب دور كبير مع المستثمرين من أجل إنشاء مدينة الأهلي الحقيقة الرياضية اللي هي بتعد مشروع القرن. والحقيقة أنه كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة يعني بيثنوا وعلى هذا الموقف وبيثمنوه، وإن شاء الله هيكون في تفاصيل أكثر سيعلنها رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب فيما يتعلق بهذا التعاون خلال مؤتمر صحفي قريب جدا سنعلن فيه عن تطوير المنشآت وما يتعلق بالاستاد الجديد. فصفقة صلاح محسن سيتحمل تكاليفها بالكامل سعادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس شرف النادي الأهلي والقامة الكبيرة المحبة للنادي الأهلي ولفريقه ولجمهوره، فاحنا بنشكره الحقيقة. كتير من التفاصيل سيعلنها كابتن محمود الخطيب. ولا براء في التفاصيل؟ تمام.